بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما انتخب مرسي رئيسا مدنيا لأول مرة في العالم العربي والإسلامي، إلا بغيت مور حماس، قامت الدنيا ولم تقعد، وعطلت كل المصالح الحيوية في البلاد بسوء نية حتى يظهر الرئيس المسلم المنتخب عاجزا، فتعطل الأمن، ثم تعطلت المؤسسة العسكرية، ثم تعطلت المؤسسة القضائية، ثم تعطلت المؤسسة الإعلامية، بل أصبحت تشتغل هذه كلها لكن في غير صالح النظام الجديد. ليتها تعطلت وفقط، بل تحول عملها من عمل شرعي تحت إمرة الرئيس المنتخب إلى عمل غير شرعي لضرب الشرعية التي أفرزتها الإرادة الشعبية. فما الذي وقع حتى يتم الانقلاب على مرسي؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا بأن مرسي قسم الشعب إلى نصفين، وأصبح يمثل فقط الإخوان ويعمل على أخوانة الدولة وأخوانة جميع المصالح. قالوا بأن مرسي رجل ضعيف وطيب وليس من طينة الرؤساء ذوي العزم، وقالوا إن مرسي خرج من السجن ثم جاء ليرأس البلاد، فكان لا بد له من مدة بعد السجن لكي يتدرب على أصول الحكم. قالوا هي على كل حال حملة إعلامية شرسة كان يقوم بها الإعلام الانقلابي بأوامر من العسكر والأمن والدولة العميقة حتى تشوه هذا الرئيس، ومع ذلك كان يعمل في صمت، وتحققت الكثير مما لم تحقق مصر في سنواتها الطويلة التي جثم العسكر عليها لمدة 60 عاما. فانخدع الكثير من الناس، ووقع الكثير في أخطاء، ولنشرح هذه الأخطاء التي عجلت بالانقلاب على مرسي. أولا، خطأ الإخوان، الخطأ بتاع الحزب الحاكم، خطأ الإخوان الحزب الحاكم، كل واحد عنده أخطاء في الحزب وفي الجماعة. الخطأ الأول هو النقاش الذي دار بين شباب الثورة وبين الإخوان حينما نجحوا في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات الرئاسة. أما الإخوان فقالوا ننتقل من الميدان إلى البرلمان، أي الشرعية تنتقل من شرعية ثورية إلى شرعية منتخبة. قال متى نظل في الميدان؟ سنترك الميدان، الانتخابات راه غادية وغادي يجي إن شاء الله تبارك وتعالى الدستور، وغادي تجي المسائل، ونسلك سكة التغيير السلمي، فإلى متى نظل في الميدان؟ أما شباب الثورة يقولون يا ودي لا تثقوا في العسكر ولا في رجال الأمن، إنكم تأمنون كثيرا، ينبغي أن نبقى في الميدان ولا ننتقل إلى البرلمان، الميدان هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الثورة كل أهدافها، سنظل في الميدان نقوم بتطهير كل المؤسسات الفاسدة، فنقوم بإنشاء محاكم ثورية لمحاكمة من أجرم في حق الشعب لمدة 30 عاما. في الإعلام فارتفعت أصوات الشباب، ووقع خلاف مرير بين الثوار، شباب الثوار من كل الاتجاهات، وبين شباب الإخوان وحركة الإخوان، فوقع الإخوان في هذا الخطأ. لكن قال مرسي في خطابه الأخير الخطأ وارد وتصحيحه واجب.
قال نحن أخطأنا فعلا، وأعظم خطأ وقعنا فيه في تلك الرسائل التي وجهها الكثير من قادة الإخوان أننا لم نثبت في الميدان، وأن الشباب كانوا على حق، وأن ثقتنا بالمؤسسات القائمة كانت ثقة زائدة لم تكن مبنية على الحقائق. هذا خطأ الإخوان، تركوا الميدان واعتقدوا أنهم يحصلون على التغيير في البرلمان. فاعترفوا بها الحمد لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكون اللي عنده الحق؟ أنا. شباب الثورة. الإخوان أخطأوا، أيوة اعترفوا، اعترفوا. ومن نبل العمل أن يعترف الإنسان بخطأه وأن يقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت لما تركنا الميدان أبدا، لظللنا في الميدان نطهر كل الأجهزة حتى تتم خطوات الثورة خطوة بعد خطوة. حينما أخلينا الميدان استعمر الميدان من قبل أعداء الشرعية، ومن نفس الميدان وقع الانقلاب على البرلمان، فخسرنا البرلمان بالميدان بعد أن أسقطنا الانقلاب بالميدان. هذا الأول. الثاني، حزب النور. أما حزب النور ففي بدايته مباشرة حينما نجح في الانتخابات لمجلس الشعب وحقق المرتبة الثانية، منذ ذلك الحين كان عاشقا لسلطة ولسياسة لم يمارسها، بل كان يكفر السياسة، يكفر الديمقراطية، يكفر المظاهرات. وفي ليلة وضحاها ما كان ينكره أصبح يمارسه، فبدأ يتحدث عن مناصب، عن غنائم، ورأى أن مرسي وأن الإخوان قد أقصوه من كثير من المناصب، وارتفعت أصواتهم بأن مرسي يريد إخوانة البلاد، وجاءوا بلائحة كبيرة فيها مجموعة من الأسماء يرتلونها ترتيلا. وانظروا إلى مرسي كيف مال مع الإخوان وتركنا نحن ونحن في الرتبة الثانية. ولذلك تآمروا مع العسكر وتآمروا مع الأزهر ومع الكنيسة الإسكندر، تآمروا من أجل إسقاط مرسي. النور؟ نعم النور. إسلامي؟ نعم إسلامي. فماذا كانوا يريدون؟ ما الذي كان يريده؟ الثوار كانوا بهو الميدان، وانتم ما سببتوا أصحاب النور. ماذا أرادوا؟ أرادوا أن يضربوا عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول يقول يا عسكر قم بالانقلاب ونحن نأخذ مكان الإخوان، فلا أمان للأخوان بل هم ثعبان. وكان الآن بعض القنوات كلها واسمه قدو الحرب من أجل تطهير الأرض من فيروس الإخوان، ديالهم ديال السلفيين. فأصبح عدوهم اللدود هو الإخوان، وأصبح للإخوان تنظيم دولي خطير أشد خطرا على الأمة من إسرائيل، يقولها بعض السلفيين. إذن فنحن البديل. والثاني أننا نقف مع العسكر، ليس فقط نحن البديل لكننا لا نأمن غدر العسكر، لأن لحانا لا زالت تزين وجوهنا، والناس لا يثقون في أصحاب اللحى من أي مكان جاءوا، لأنه لا يوجد في القنافذ أملس كما يقولون. ولذلك فنحن ننضم إلى العسكر وننقلب على الإخوان، لا لكي نأخذ فقط مكانه، ولكن لكي نأمن على أنفسنا، فلا نزج في السجون ولا نتعرض للإحراق في رابع العدوية. اتركوهم يحرقوا لوحدهم، اتركوهم يموتون لوحدهم ويعدوا الضريبة لوحدهم، ونحن نرتزق من ورائهم ونأخذ أمكنتهم. هذا هو دين السلف، السلف الصالح حينما مارس السياسة بعدما كان يكفر بها.
السلفيين الذين كانوا يقولون لا يجوز الخروج على الإمام، وطاعة أولي الأمر واجبة، سرعان ما انقلبوا على الأصل الذي بني عليهم تنظيمهم، فانقلبوا على الشرعية الحقيقية اللي هي مرسي، ووقفوا مع شرعية انقلابية ظالمة مزورة. هذا هو مال النور، تشريح لحزب الزور كما يقال. هذا الثاني، الإخوان خطأهم خرجوا من الميدان وثاقوا وثقوا كثيرا بالبرلمان، والزور وقف مع العسكر يأخذ مكان الإخوان، والإخوان يحرقوا ثم يأمن على نفسه، حتى إذا خرجت أنياب العسكر وأراد أن ينتقم بالآخرين واسمه دي هذا كانوا معنا، والله لا لكم لا خلوكم يجي الضر عليكم. أكلت يوم أكل الثور الأبيض. هذا الثاني. ثالث، الليبراليين صباحي، حزب الوافد وعمر حمزاوي، أحزاب ليبرالية التي كانت تصفق كثيرا 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 لمن للديمقراطية، فأصبح خبزها ديمقراطية، فطورها ديمقراطية، غذاؤها الديمقراطية، الموضوع الذي الديمقراطية، صدعوا رؤوسنا بالديمقراطية، الانتقال إلى الحداثة لا يمر إلا عبر الديمقراطية، والديمقراطية ليست إلا احترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، فتكلموا كلهم على أنهم مع الصناديق، لأن الصناديق صماء بكماء ليس لها نفس تميل بها مع آخر، فهي محايدة. فلما قامت أول انتخابات وجاءت بالإخوان حركة إسلامية، كفر العلمانيون بالصندوق فقالوا إن الصندوق الذي يفرز الإخوان هو اسمه، ما اسمه؟ هذه ليست ديمقراطية، اسمه هذا؟ هذه مؤامرة حيكت ضد الشعب المصري. لا مش مؤامرة، قالوا اخرين الشعب المصري لا زال لم ينضج، فوجب على اصحاب الامر ان يظل الشعب المصري تحت امرته وتحت، يعني ما زال يخصو وصايا الشعب اللي مش اخترنا اصحاب الحياة عبر الصناديق، هذا شعب ماشي ناضج لابد ان يظل تحت، كيقول تحت كفالة، يعني بحال شيء يتيم تحت الوصايا. فكفر هؤلاء بالصناديق وبالديمقراطية التي طالما بشروا الناس بها وصارت خبزهم، فكفروا بها، ألقوها في سلة المهملات، أصبحت لا تصلح ديمقراطية في العالم الإسلامي، أصبحت لا تصلح. وقال كما قال كبيرهم، لن نجرب أبدا الصناديق إلا تحت حكم العسكر. ولماذا حكم العسكر؟ لأن العسكر هو الذي يعرف كيف يدير الصناديق، وهو الذي يعرف كيف يفبرك النتائج، والشعب المصري قالوا ذكي، لا يمكن أن يسمح في المرة القادمة أن ينجح أصحاب اللحى تماما، ورك فما الفهم، سنعود للتزوير وتعود حليمة لعادتها القديمة، مناش بأمر من الليبراليين التنويريين الحداثيين الديمقراطيين اللي هم هكذا خيرين خيرين ديال الجرافاتات وديال كذا، هذا هما مشاو الليبراليين. الرابع، النصيريين الذين ينتمون الى شكون؟ حزب عبد الناصر. اكو تعرفوا الناطق الرسمي ديالو في مصر شكون هو؟ مصطفى بكري، كان يتحدث عن العروبة وتحدث على أن صدام كان يحب حبا جما، وقال ما دام مصطفى بكري موجود في مصر فلا خوف على مصر. النصيريين عبر تاريخهم ملي كان يحكم السادات لأن فقط عبد الناصر قتل عبد الناصر الإخوان، لكن من جاء السادات النصيريين صبوا روحهم ضعاف واسمو داروا مع الإخوان، تحالفوا مع الإخوان مرارا وتكرارا
ومع أنهم تحالفوا مع الإخوان في فترات ضعفهم كانت اللغة السائدة عندهم وهي الإخوان ملوش أمان، إنما نتحالف معهم في هذه الظرفية العصيبة لتقوية عضدنا ولكي يكون لنا مكان تحت الشمس. أما بعد الانقلاب فهم الذين صرخوا بأعلى صوتهم لا لحكم مرسي لا لحكم الأخوان، وهم الذين اشتدت عداوتهم وظهرت عبر ألسنتهم وما تضمر قلوبهم أكبر في التلفزيونات وفي كل، بل قام بكري مباشرة بعد فوز مرسي بإنشاء ما يسمى بجمعية جمع فيها كل الضباط والعسكريين اللي كانوا عندهم التقاعد للمطالبة بتدخل العسكر لإنقاذ مصر من حكم الإخوان. إذ فهم يعتبرون أن الإخوان شكون؟ ملوش أمل، لهمش أمان، فهم أعداء الإخوان. أما العسكر المؤسسة الخامسة العسكر شريه، فإن العسكر حينما قام الانقلاب كان انقلاب آخر مهيئ على طاولة عنان، لكن قالوا إن الانقلاب في تلك اللحظة وأن يأخذ العسكر مباشرة الحكم بعد الانقلاب مسألة فروشة، فلنترك إن شاء الله تعالى الأوضاع ولنرخي العنان ولنقم بهذه الأعمال التي تشوه مرسي وهذا النظام حتى يكفر الشعب بالديمقراطية ويصبح هو من يطالب بتدخل العسكر. فماذا فعل العسكر حتى يقنع الآخرين بالانضمام إليه وشرعنة الانقلاب؟ ما اسمه العسكر؟ هو الذي سهر على إنجاح عملية الانتخاب الديمقراطية. العسكر هم اللي كانوا يحضروا السنالق. تعرف علاش كانوا يحضروا السنالق ولا ما تعرفوا؟ قولوا لي علاش زعما؟ وعلاش باش يحضروا على الثقة تاع الشعب وكيقولوا باللي العسكر هو المؤسسة الوحيدة التي وقفت مع الربيع العربي. مزيان، لكن واحد حاجة أخرى. هي دراسة علمية لمعرفة وزن الإخوان في المجتمع، تقييم لكي يهيئ مخططا بحجم تقييم الإخوان وحجم الإخوان. فلقد عرف أن كل الأحزاب الليبرالية والنصيرية لا وزن لها، لها صداع وصراخ وجعجع بلا طحين، لا عمق لها ولا امتداد لها في الشعب، إنما هي ظاهرة صوتية تحسن الحديث عبر الإعلام العلماني الذي لا يقبل استدعاء إلا من هو من شاكلتهم. بل لقد قام الإعلام بمحاصرة كل فكر حر، ماشي مسلم حتى الحر، فهو يفتح الأبواب فقط لمثل هؤلاء، فكانوا ظاهرة صوتية وكان الناس يغترون أنها. والعسكر ما بغى يوري لهم حجم الإخوان وحجمكم ويقول لهم عبر الانتخابات والله يا برادعي يا وتقدم الانتخابات ما تجيب ربعة ديال الوغش، مرتك ما تصوتش عليك. فأقنعهم عبر هذه، أقنع شكون؟ أقنع كل الليبراليين والنصيريين والعلمانيين، أقنعهم جميعا بأن وزنهم في الشارع لا شيء. فعلم بعد الانتخابات العسكر أن العدو الأول شكون؟ الإخوان. إذن ما اسمه العمل الآن؟ ما اسمه العمل؟ هو حشد كل الطاقات العلمانية الليبرالية نصيرية كل شيء. وتسخر شكون؟ الإعلام والداخلية اللي باقي ضد والقضاء اللي باقي ضد، تسخر كل شيء من أجل شن حملة مسعورة لتشويه الإخوان. بن عمي فبدأوا يفعلون الأفاعيل كتعرف السولار وقضية الكهرباء وقضية الخبز وقضية قضايا تهم المواطن، فقهر المواطن. ثم طلقوا شكون؟ البلطجية الأخت اللي خرجت تقلع لها الحجاب يقول واش هذا، أنا مسلمي واش، حتى فوق مبارك ما كناش يتعدوا علينا.
يعني فانضاف إلى أعداء المشروع الإسلامي حتى من كان يؤمن بحتمية المشروع الإسلامي لخروج مصر من أزمتها والانطلاق في نهضتها، فجلبوا حتى المسلمين حتى المؤمنين. وعلاش الخطأ نتاع الإخوان هنا واسمه هو وانت المسلمين؟ أن جهازهم الإعلامي ميت، فلم تكن هنالك حرب متكافئة بين الإعلام الرسمي الذي اجتمع كله لضرب الإخوان، والإعلام تاع الخوت شكون هو؟ كانت فما في الناس، وكانت فما الرحمة، وكانت فما شي وحدين، لكن حتى هذه لم تكن تقم بالواجب، يعني هي قامت بواجبها، لكن بالمقارنة مع ما قام به أولئك أي العسكر ومن يواليهم في حملة تشويه الإخوان والحركة كان كبيرا جدا، لا مجال للمقارنة، لا مجال للمقارنة. فاقتنع كثير من الناس بهذا. وأنا أظن قلت أنا في السعودية حينما ذهبنا إلى مكة، تأتي بعض الأوقات فنتحدث مع المصريين حول هذه القضية فنتعجب كيف نحن في المغرب نرى الأمور بمنظار الحقيقة، وهم يقولون لك مرسي ما يصلحش، ما يصلحش، ما يصلحش، كل ربي هذا عنده اللحية ويقول مرسي ما يصلحش، وزقف بيت الله ما يصلحش، هو خائن. ويردد ما يردده الإعلام بأن مرسي أرسل رسالة إلى بيريز فقالوا إلى حبيبي وعزيزي بيريز وهو لم يعلم بها إطلاقا. هذا إذن تشريح لهذه الحالة قبل وقوع الانقلاب في هذه الزمر الخمس. هنالك خلاف بين الشباب وبين الإخوان، وهنالك حزب الزور وما قام به، وهنالك الليبراليين الذين رأوا أن عدوهم هو الصندوق، وهنالك النصيريين الذين يرون أن الإخوان ملوشهم أمان، وهنالك العسكر الذين عرفوا حجم الإخوان وأن الإخوان هم المسيطرين. فكان لابد من تخطيط مخطط يستجمع كل الطاقات ويحشد كل أعداء الإخوان في التاريخ والحداثيين من أجل تشويه الإخوان أكثر حتى ينضم إليه الكثير من المخدوعين من أبناء الحركات الإسلامية. فدخل حزب النور ودخل الكثير من المساكين وخاصة الفقراء الذين كانوا يؤملون أن بمجيء مرسي سيرفع الله عنهم حرجا كثيرا خاصة في مجال العيش. وهكذا وجد الانقلاب في مصر تبريرا ليقام بهذه الطريقة، لكن للباطل جولة وللحق جولات. فهذه فقط جولة من المواجهة، وإطالة أمد هذه المواجهة هو الذي سيكشف هذا الباطل كما قال سيد قطب، وصلى الله على حبيبنا محمد.